بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. صدق الله العظيم. جنابك منه تستفيد الفوائد، وللناس بالإحسان منك عوائد. فطوبى لمن يسعى لمشهدك الذي تكاد إلى مغناه تسعى المشاهد. إذا ما أتى القاصدون تيسرت عليهم وإن لم يسألوك المقاصد. مشاهدين الكرام، طبتم وطاب صباحكم بكل خير. نحييكم من هنا، من أحد أعرق المساجد التاريخية في القاهرة، من مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، نفيسة بنت الحسن بن زيد بن الحسن بن علي بن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزوج ابنته السيدة فاطمة رضي الله عنهم وأرضاهم جميعا. من هنا مشاهدين الكرام، ننقل لكم مباشرة وقائع افتتاح السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي لمقام وضريح السيدة نفيسة بعد تطويره الذي استمر لمدة عام، في إطار الخطة الاستراتيجية التي تتبناها الدولة والقيادة السياسية لتطوير مساجد آل بيت الله في القاهرة وفي مصر عموما. مشاهدينا الكرام، هذه الخطة الاستراتيجية التي تسعى إليها الدولة تأتي اعترافاً وإجلالاً وتكريماً بدور وقدسية أهل البيت رضوان الله عليهم. مشاهدينا الكرام، بالأمس استقبل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، والذي أتى ضيفاً عزيزاً إلى مصر. استقبله السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي ومنحه وشاح النيل تقديراً وتأكيداً على العلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وبين طائفة البهرة بالهند، والتي تدعم دائماً تطوير وإعادة إعمار بيوت آل الله، آل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القاهرة وفي كل مكان، وأيضاً تثميناً لدورهم في المشروعات الخيرية التي يقومون بها. واليوم يقوم السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بافتتاح مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، من هنا من حي السيدة نفيسة، ثاني محطة في طريق آل البيت الذي يبدأ بمشهد زين العابدين وينتهي بمشهد السيدة زينب بنت علي رضوان الله عليهم جميعا. مشاهدينا الكرام، إذا الحديث عن كرامات أهل البيت كثير ومعجزاتهم تحدث عنها الكثيرون، ولكن زيارة مقامات أهل البيت لها من الروحانيات ما لها، تهفو إليها القلوب مستفيدة سواء في العسر أو اليسر. إلا أن مسجد السيدة نفيسة له مكانة خاصة في قلوب المصريين جميعا، يصبو إليها الكبير والصغير، محبونها من كل مكان يأتون إليها بحثا عن الراحة وبحثا عن الدعاء المستجاب. فمن يتعلق بالسيدة نفيسة حيا أو ميتا يدرك معنى هذا الكلام. فالكثيرون يشهدون يوم الجمعة من كل أسبوع الجنازات التي تؤكد على ارتباط المسلمون هنا في القاهرة بالسيدة نفيسة، وكأنهم يريدون أن يختموا حياتهم ويكون آخر مشهد لهم في هذه الدنيا بجوار السيدة نفيسة. أقف وخلفي المسجد القديم الذي تم ترميمه وتطويره من قبل وزارة الأوقاف ومحافظة القاهرة، وبالداخل المقام الشريف، مقام السيدة نفيسة، نفيسة العلوم التي ولدت في مكة سنة 145 من الهجرة، وقدمت إلى مصر سنة 193 من الهجرة، واستمرت فيها حتى توارى جثمانها في تراب مصر سنة 208. مشهد السيدة نفيسة أو مسجد السيدة نفيسة يقع في حي السيدة نفيسة أو ضرب السباع، وهو جزء من مقبرة تاريخية أكبر تسمى مدينة الموتى في القاهرة. وبني المسجد لإحياء ذكرى السيدة نفيسة، وهي عالمة إسلامية معروفة تلقت العلم على يد الإمام مالك، وأخذ منها الإمام الشافعي الفتاوى والدعوات، والتي كانت محل
تقدير من كل المصريين ومن كل العلماء، لذلك سميت نفيسة العلم التي جلست وتربت ونشأت بجوار روضة النبي عليه الصلاة والسلام جدها. فعندما كان والدها الحسن الأنور والي على المدينة المنورة أتى بها من مكة إلى المدينة، وكانت تجلس دوما بجوار روضة النبي صلى الله عليه وسلم، وذهب بها والدها يوما ما إلى الروضة الشريفة وألقى التحية على جده عليه الصلاة والسلام طالبا منه أن يرضى عن السيدة نفيسة كما رضى أبوها عنها. فأتاه الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام ليقول له أنه رضي عن السيدة نفيسة كما رضي عنها أباها، وأن الله قد رضي عن السيدة نفيسة كما رضي عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم. يقع المسجد كما ذكرنا مشاهدينا في بداية الطريق المسمى طريق أهل البيت، حيث يصبح المشهد النفيسي هو المحطة الثانية في هذا الطريق بعد مشهد الإمام علي زين العابدين. وطريق أهل البيت هو طريق شهير يبدأ بمقام زين العابدين وينتهي بمقام السيدة زينب بنت علي، مروراً بالسيدة نفيسة والسيدة سكينة بنت الحسين والسيدة رقية بنت علي بن أبي طالب ومحمد بن جعفر الصادق والسيدة عاتكة عمة رسول الله صلى الله عليه وسلم رضوان الله عليهم أجمعين. تطوير المسجد يأتي في إطار الخطة التي تبنتها القيادة السياسية ووزارة الأوقاف لتطوير، شهدنا قبل عام افتتاح وإعادة افتتاح مشهد سيدنا الحسين رضي الله عنه وأرضاه، وعندما افتتحه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أيضا بحضور السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة الذي يدعم دائما مسائل أو إعادة إعمار بيوت آل البيت في مصر وتحديدا في القاهرة، وأيضا كان هناك بعض الأعمال التي تمت في محافظة بني سويف على سبيل المثال. هذه المنطقة شهدت أيضا تطوير بجوار هذا المسجد، هنا شارع الأشراف الذي يضم مشاهد عدة لعدد من أهل البيت والأولياء أولياء الله الصالحين. أيضا تم تطوير المنطقة المجاورة لمسجد السيدة نفيسة وتحديدا في حي السيدة نفيسة. والآن مشاهدينا وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى رحاب مسجد السيدة نفيسة لافتتاحه بعد تطويره الذي استمر لمدة عام. وكما نوهنا مشاهدينا على تاريخ هذا المسجد العريق مسجد السيدة نفيسة، يقال أن أول من بنى على قبرها هو عبد الله بن السري بن الحكم أمير مصر، وفي سنة 482 هجرية أمر الخليفة الفاطمي المستنصر بالله بتجديد الضريح، ثم أمر الخليفة الحافظ لدين الله بعدها بتجديد القبة. في سنة 714 من الهجرة أمر الناصر محمد بن قلاوون بإنشاء مسجد بجوار الضريح، ثم تم تجديد الضريح والمسجد معا بعد ذلك. جدير بالذكر أن ضريح السيدة نفيسة نفيسة العلوم لم تنقطع عنه الزيارة منذ أكثر من 1200 عام، فمحبوها يطلبون منها دائما راحة البال والطمأنينة والدعوة المستجابة كما كان في عهدها عندما كانت مقيمة في مصر. في سنة 1173 من الهجرة نشب حريق بالمسجد وأتلف قسم كبير منه، فأمر الخديوي عباس الثاني بإعادة بنائه. تعلو المسجد منارة تم بناؤها على الطراز المملوكي. نحن الآن في انتظار وصول السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه الكريم السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند، وهم الآن على باب مسجد السيدة نفيسة في طريقهم إلى البهو المؤدي إلى المسجد القديم للوصول إلى مقام السيدة نفيسة حفيدة رسول الله التي يأتي إليها المشتاقون من كل مكان، فنفوس محبيها إذا ضاقت
طاقت إلى الزيارة واشتاقت. مشاهدينا الكرام، وصل السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيفه السيد مفضل سيف الدين سلطان طائفة البهرة بالهند إلى مقر مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم، حفيدة رسول الله صلى الله عليه وسلم. مشاهدينا الكرام، الآن السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي وضيوفه الكرام يؤدون ركعتين في محراب المسجد القديم، مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلوم، بنت حسن ابن زيد ابن حسن ابن علي ابن أبي طالب ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم. تم تجديد هذا المسجد، المسجد القديم، ضمن خطة تطوير لمساجد آل بيت الله في القاهرة وفي مصر عموما، تقديرا لمكانتهم التي يقدرها المصريون جميعا والمسلمون في كل أنحاء الأرض. مصر بلد احتضنت أولياء الله الصالحين وآل البيت، فعندما قدمت السيدة نفيسة رضي الله عنها إلى مصر سنة 193 من الهجرة تنشر العلم بين المصريين، أحبوها وأحبتهم، ولها من الكرامات ما لها. يمكنك أن تسأل أي مصري تشتاق نفسه إلى ركعتين في رحاب السيدة نفيسة وزيارة مقامها الكريم الشريف، عليه أن يأتي ويشهد بنفسه راحة البال وطمأنينة النفس بمجرد دخوله إلى ساحة مسجد السيدة نفيسة، نفيسة العلم، التي نشأت وتربت في روضة النبي صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة. ولا يخفى على أحد، والروايات كثر عند وفاتها عندما أراد زوجها أن يدفنها في البقيع بجوار جدها عليه الصلاة والسلام، وهنا انتفض المصريون حبا للسيدة نفيسة ولآل بيت الله الكرام، حتى استقر الرأي، رأي زوجها إسحاق، لدفنها في مصر.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى. ألم يجدك يتيما ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. صدق الله العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وادخلني برحمتك عبادك الصالحين. فخامة رئيس جمهورية مصر العربية السيد عبد الفتاح السيسي أصحاب المعالي والجم الكريم، إنني في هذا المحل الشريف في هذه البلدة الطيبة مصر المأمورة ببركات رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم وببركات أهل بيته الكرام عليهم السلام، أشكر جمهورية مصر العربية رئيسها الحبيب وحكومتها العزيزة
وشعبها الكريم على أن سمحت لي ببناء هذا الزري على مقام سيدتنا نفيسة رضوان الله عليها المعروفة بنفيسة العلم، وهي المتزينة بزينة العبادة والزهد والتقوى والحلم والإيمان، والمتشرفة بشرف القرآن، والمنتمية إلى الإمام الحسن المصطفى سيد شباب أهل الجنة. وأسأل الله تعالى بحرمة جدها النبي المصطفى سيد محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وبحق أهل بيته الكرام أن يتقبل منا هذه الخدمة اليسيرة التي لا تساوي شيئا في جنب إفضالهم على الأمة الإسلامية بل على البشرية كلها. كما أدعو الله تعالى أن ينعم على فخامتكم بالصحة والعافية، وينعم على مصر وأهل مصر بنعمة الوئام والسلام والاستقرار والازدهار. أكرر شكري لكم يا فخامة الرئيس على كل ما تقومون به لكي يعيش عباد الله تعالى في راحة وسكون، مكتسبين سعادة الدنيا وسعادة الآخرة معا. كما أشكر فخامتكم على أن منحتموني هذه الفرصة السعيدة لأن أشارككم في مسرة هذا الافتتاح السعيد. كما أعبر عن سعادتي وامتناني لقيام فخامتكم بمنهي بشاه النيل لما تمثله هذه البادرة الكريمة من تأكيد الروابط التاريخية ومتانة العلاقات المتميزة التي تجمعنا بمصر العزيزة على مدار أعوام عديدة في خدمة آل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وإنني أقدر جهود أجهزة الدولة المتعددة وبالخصوص جهود وزارة الأوقاف، وكذلك جهود الهيئة الهندسية للقوات المسلحة التي تسعى تحت توجيهاتكم السامية لإمارة بيوت الله وأمران بلاد الله وصلاح عباد الله. جزاكم الله خيرا فخيرا، ويحفظ الله مصر وأهل مصر في ظل حياة كريمة. فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار برحمتك يا أرحم الراحمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. جلالة السلطان، برحب بيك، برحب بيكم أهلا وسهلا، برحب بيكم. واسمحوا لي بالمناسبة الجميلة ديت، افتتاح التجديد اللي اتعمل في مسجد السيدة نفيسة وفي المقام الكريم، وده الحقيقة أولا لازم نشكركم على دائما تواجدكم ومساهمتكم في أضرحة آل البيت. احنا كنا من شهور قليلة في سيدنا الحسين، والنهاردة في سيدة نفيسة، واحنا متحركين أيضا في ان احنا نكون أنجزنا السيدة زينب كمان. احنا فتحناها في رمضان للصلاة، لكن نفس الإجراء اللي بيتعمل هنا بيتعمل هنا. والحقيقة اللي بيتعمل ده في إطار خطة الدولة المصرية بتعملها للقاهرة التاريخية عشان نستعيد يعني مكانة مصر في هذا المقام التاريخي العظيم في القاهرة التاريخية. ويمكن احنا متحركين جايين هنا، شغالين دلوقتي في مناطق زي عرب اليسار ومناطق أخرى، الهدف منها وزي ما عملنا كده في منطقة مجرى العيون وغيرنا الواقع الصعب اللي كان موجود،
فاحنا متحركين في اطار خطه نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان هو يوفقنا فيها. لكن النهارده تحديدا وجود جلاله السلطان والعائله والمرافقين ليه بنتشرف ان احنا موجودين هنا في مقام طيب وكريم، مقام السيده نفيسه. وزي ما انتم شايفين اتعمل المسجد واتعمل المنطقه المحيطه وايضا الضريح الكريم. فربنا يا رب يعيننا ان احنا نكمل ما بداناه ويتقبل منا اللي احنا بنعمله ويعيننا عليه. مره ثانيه برحب بيك وبشكرك دايما، وسعيد دايما ان انا التقي بجلالتك في زيارتك لمصر، وبشكرك شكر جزيل باسمي وباسم كل المصريين واسم كل المسلمين على مساهمتكم الجميله اللي دايما بتبقى عنوان للمحبه والموده. وهنا مش هنسى اقول ان احنا في مصر، يعني طائفه البحر اللي موجودين هم عايشين وسط اهلهم في مصر بمنتهى الود ومنتهى الاحترام ومنتهى التقدير. واتصور الناس اللي موجودين يعني شايفين ده وحاسين بيه، مش مننا ومش بس كدولة مهتمة بكده، لكن بوسط الشعب المصري. يعني مرة تانية برحب بيك، وسعداء جدا ان احنا اليوم الكريم ده والجميل ده ان احنا موجودين هنا في مقام كريم. نتمنى من الله سبحانه وتعالى ان يفيق علينا وعلى مصر بالخير والبركة ويعيننا على كل طيب. شكرا جزيلا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Thank you.
بالمقصود. شكرين جدا لكم، سعداء دايما موجوده في مصر. شكرا. وسعداء في كل اللي بتعمله، حاجه طيبه من جلالتك. طيبتي يا شيخ عبد الرزاق، ربنا يديك الصحه. عافية جدا حبيبي، كانت فرصه اللي سيادتك عملته ده احنا ولا شيء. لا احنا ما عملناش حاجه، يا رب يتقبل. بس شكر لك، شكر. هدية ايضا، هدية حمد. شكرين. حاجه ممتازه في حضرتك يعني. نفس الكلام اللي اتعمل في مسجد مولانا الحسين اتعمل هنا واتعمل في السيده زينب، واحنا قد رحت كل زي ما ذكرت لجلالتك في الامس، بنعمل كل حتى لكل الصحابه في برنامج كامل لهذا الموضوع. سيدنا الصحابة دي سيدنا مقام قدامي كيف عمسي خليل يا شمالا مرد الزينب نبي قريبا في عاصم الله تشرف يعني. المقصورة جاهزة بتعصيب الزينب أول ما إن شاء الله إن شاء الله تشرف يعني على السيادة. لا ده احنا اللي متشرفين ومشكرين. سيادتك عملنا شيء بسيط سيادتك. وانت مش انت اللي شرفت لنا على عطيني شرف في الجملة. صحيح. تفضل. Thank you.